بطبيعة الحال هناك واحد النصائح اللي هي عامة واللي كل شيء كيهضر عليها والأطباء كلهم كيهضروا عليها، هي خصنا هذا الحجر الصحي خصنا نكونوا ديسيبليني، يعني أن الاحترام لازم لهذا الحجر الصحي. علاش؟ لأن كل ما احترمناه كل ما غادي نخرجوا بكري، كل ما احترمناش كل ما غادي نبقاو هذا الحجر لهذا المدة غادي تطول. كل شيء هذا الخروج من هذا الحجر الصحي كيعتمد علينا حنا اللي بيدينا الحل. حنا هذا الاسبوع هذا كله تنشوفوا على ان كل يوم كيتزادوا 100 ديال الناس، وحنا وصلنا ل 1988 حاله هذا الصباح، يعني ان مازال ما كنحترموش الحجر الصحي 100%. المشكل اللي وقع واللي هو ان كان دائما الاكتظاظ على اي حاجه كتخرج. حنا دائما اليوم كنطوروا مع تطور هذا الفيروس، هذا الفيروس اللي ما كانش معروف واللي حنا اليوم كل نهار كنسمعوا عليه وكل اسبوع كنتعلموا حاجه جديده. فالحاجه الجديده هي هاد لي ماسك او لي بافيت اللي دابا اللي خصنا نديروهم، خصنا نديروهم حتميا، والناس اللي مضطرين انهم يخرجوا راه خصهم يديروا، ماشي ملي كيبغي يهضر كيزولوا، ملي كيبغي يدير شي حاجه كيزولوا، كيبغي اي حاجه. انا شفت الناس اللي ملي كيبغيو يتكلموا مثلا ولا يكحبوا ولا شي حاجه عاد كيزولوا، هما بالعكس راه خصهم يبقاو دايرين. ملي كيدار هذا الماسك واخا اول حاجه الا سمحت دكتوره يعني صراحه كنت من الطبيبات يعني السباقات اللي اكدوا على ضروره وضع الكمامه للوقايه، يعني كنت قلتي من الاول في البرنامج من الاول يعني الحلقات قبل ما تفرض الزامي، وكانت عندك صراحه رؤيه صائبه جدا وتكلمتي على ضروره الالتزام ووضع هذه الكمامه. غير هو كيف ما قلتي دابا فعلا نبغيو نتكلموا على هذه النقطه، ماشي كل شيء كيعرف يستعمل الكمامه، يعني الغالبيه ديال الناس دايرينها غير خايفين من السلطات على انها تماما. هذه هي الفكره اللي كنت بغيت نهضر عليها، ماشي غير خصنا نخافوا من السلطات. تبارك الله عليك كنتي سباقه الافكار تبارك الله عليك اللي خطيك. قلت لك الكمامه هي مهمه ومهمه ومهمه بزاف، لان انا الا كنت دايره الكمامه كنحمي هذاك اللي قبالتي، وهذاك الا دار الكمامه كيحميني انا. فهذه كمامه ضروريه ومؤكده وما خصنيش نديرها لان خوفا من السلطات، لا خصني نديرها لان هي خطة صائبة ومهمة للحماية. خصني نديرها إلا كنت نخرج ومضطر أنني نخرج، خصني نديرها منين ندخل حتى للدار، نبدل هذيك الكمامة وندير كمامة في الدار باش ما نعاديش الناس العائلة ديالي، لأن لاحظنا أن كاين بؤر عائلية من الواحد اللي كيخرج كيصيب العائلة كلها، والعائلة كلها كتعاود تمشي للمستشفى. الحاجة المهمة هي كيفاش نديروا هاد الكمامات، كيفاش نزولوا هاد الكمامات، كيفاش هاد الكمامة هاد الكمامة فين خصنا نلوحوها باش نفكروا حتى بداك الناس الله يحتليهم العوان والله يسمح ليهم الله يسمح لنا منهم، انه هادوك اللي كيجمعوا الازبال مساكن راهم محنين وخصنا نفكروا فيهم. ماشي غير خصنا نديروا الكمامة مؤخرا فيديوهات ديال عمال نظافة الله يوفقهم اللي فعلا تيعانيو من هذا الامر، تيلقاو كمامات اللي هما مليوحين يعني في الارض، ما معروفش يعني واش الواحد كان يعني فيه الفيروس ولا لا. فكاين الحمد لله كاين اكياس بلاستيكيه اللي ممكن نسدو نديرو فيها، كاين القمامات اللي ممكن نحطو، ما نعرضوش حياه هذوك الناس وحياه ناس اخرين للخطر. تمام، خصنا دائما نفكروا ان الا رمينا هذه شكون اللي غادي يجمعها، كيفاش غادي تمشي، كيفاش خصنا دائما نفكروا في الاخرين، وخصنا الالتزام، خصنا الالتزام. الحاجه المهمه اللي بغيت نوصل ليها هي ان شحال من واحد غادي يحسبوا ان الا دار داك الكمامه صافي راه هو خدا جميع الاحتياطات ويمكن له يخرج كيف ما بغى ويدخل كيف ما بغى ويقول صافي انا راه داير الكمامه. ما لا، هذيك الكمامه هي تكميليه وهي كتزيد باش تحافظ عليك، ولكن هي ماشي راه تحافظ عليك 100%.
اللي كتحافظنا علينا في 100% هي اللي جلسنا في الدار. اللي جلسي في الدار الفيروس ما عنده منين يجي. رقم واحد اي في المرحله رقم ورا واحد، ولكن باش نزيدوا في لي باريير ان هذا الفيروس ما ينتشرش وما تنتشرش العدوى، كنزيدوا الكمامات وكنزيدوا حتى اليوم انا تنقول حتى النظارات، لان طرق العدوى هي الانف والفم وحتى العينين، فخصنا نديروا النظارات واما الشمس واما الشوفان، واما نشيلوا شي نظارات كما كانوا ونديروا حتى النظارات، ومنين نديروا الكمامه ما نزولوهاش. راه كاين طرق، واليوم راه درت على جميع الصفحات الاجتماعيه راه درنا كيفاش هذيك الكمامه كتلبس، كيفاش كتزول الى اخره. أيه ما كنجروهاش، يعني كتحيد من الودن، يعني غير بشويه من الودن تماما من الودن، وما نقيسوش فيها وما نعطيوهاش لواحد اخر وما نديروهاش مره واحده اخرى الى اخره، وما نزولوهاش منين نبغيو نكحبو او نزولو كل ساعتين كل ثلاث ساعات، يعني كنغيروها ونديروا يعني كمامه اخرى. يعني في حاله الا كان الناس مثلا كيتنقلوا للعمل ما يمكنش ياخذها يعني 24 ساعه هو دايرها مثلا نهار كله. تماما تماما، وكاين وسائل التهيئة اللي مزيانه، كاين اللي يمكننا نصوبوا الكمامات غير في الديور ديالنا، كاين حيت كاين اللي ما لقاهمش، ماشي ما بغاش يشريهم، ولكن كاين اللي ما لقاهمش في مدن اخرى مازال كاينين ما كاينينش، فكاين يمكن له اللي يصنعهم. وهذاك الكاريت ديال اسويتود اللي كاين عندنا في المنازل حتى هو راه افيكاس، حتى هو يمكننا نديرو في قلب واحد المنديل ولا شي حاجه. واليوم على المواقع الاجتماعيه راه كاين الناس اللي كيعطيو طرق كثيره وتا هي راه مهمه. حنا راه محسودين ومحسودين في العالم باسره على هذه الكمامات الحمد لله.